بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية 407 بيجو أو بيجو 407، فيها عندنا هنا حاجة اسمها لافيشير. لافيشير متاعها ما هذا يعني الشاشة متاعها ما تخدمش. هنا هذه ديما تشعل مظلمة، شوفوا هكا مظلمة يعني ما فيها حتى القاب. هذه شوف فيها هم بيحاولوا شنو فكوها ونبدلوه. بون نجيبو زوز مفتح سي بون نظامو، واحد جويد واحد تخين. هذه هنا عندنا راديو ندخلو نفتح هنا ندوروه بشوي بشوي. هنا فما كعب تاع مافيس، هذي ندوروها وكيف كيف منا فما كعب فيس. بون سي اون فاشانجي لافيشير بور 407 بيجو. يلفو ديمونتي دي فيس لا بور ديمونتي لا راديو كاسيت لا راديو سي دي. فوالا نجبدو السي دي نتاعنا، نجبدو جبناه هكا خلوه على جهة وحدو هكاكا. لازم حتى نفكو الخيوطة، لازم نفكو الخيوطة خلوه هكاكا. نجيبو المفتاح الثاني اللي هو أخشن منو بون في، فما كعبتين فيس واحدة منا واحدة منا نفكوها. هنا نفكوها، هذه كعبة فيس هنا الجنب، وهذه فيس أخرى. هما كعبتين فيس سهلة العملية ما فيها حتى شيء. وهذه ناخذوه نجنب هكا وننزلوه ما في شيء. عندنا من تالي فيه فيشة متاعو فيها كيلوغراف ننزل عليها بالفرن، من هناك ننزل عليها بالفرن ونحلوها. ننزلو هذايا يخرج الفيشة معنا، يخرج الفيشة معنا ساهلة ما فيها شيء، يعني فيها غراف. هذايا لافيشير نجيو كيف كيف كاملو نفكو لافيشير من هنا. هذايا كعبتين فيس هذايا كيف كيف نفكو. ما بعد ما فكينا القطعة هذي فما كعبة أربع ثلاث كعبات غراف نمسوهم هكا شوية بشوية باش ترني شوية برك هكا وندز بصبعي مغادي نقول هكا تخرج معي ما فيها شيء. ها يعني ها هكذا هكا ننسى هكا بصبعي من غاية من صبعي هكا ما فيها شيء. هذا في الشارع نتاع تاع 407 نشوفو على الأقل حتى تريف شوفونا نظفو هكا الوسخ هذاكا. نمسح شوية الوسخات هذيا على الأقل، حنا فكينا فكينا مسحولها كلها خلوها شكاكا. حنا فكينا فكينا مسحوها جبنا واحد اخر اوكازيون اخر ماركه اخرى ماهوش هكا كيما هذاك ابيض. هذايا الاخر نوع اكحل وهذا نوع ابيض. كيما قلنا البلايص لاغراف شتوم لاغراف هنا هذوما اللي هما اللي يشدوا في الوحده في الوحده ما خلوهاش تخش. حطوهم كان هكا البيسات مقابلين كيما هكا نزل عليها شد مكانها ونلطم من فوق إذا ما تشد مكانها. هذه هنا أنا شدت مكانها. نجيبو كعبتين الفيس اللي فكيناها نركبو لها فيساتها. أنا الفيس اللي برونديل هذوما
تعبتي. نعم توصل الرمى، نرجع الفيشة مكانها. الفيشة ما تركبش غلطة، تركب إلا في طريق صحيح، لأن عندها سكة تدخل فيها، سكة تدخل فيها وترجع فيها. نحطو كونتاكت نجرب. أنا حطينا، شوف الكتيبة والت واضحة، الكتيبة والت واضحة. هنا ولت واضحة، بعد ما حطينا الكاش هذا مكانه، حطيناه مكانه، عندنا كعبتين فيسا هذوما باش نرجعوه. عامل مسح المسجل كما هي، على الأقل احنا فكينا من التراب. بعد ما ركبنا الكاش هذايا نتاعنا اللي فيه الأفيشال، تو باش نرجعو الراديو نتاعنا. كما قلتلكم فما كعبتين فيس داخل هنا، هما ميطيحوش، متخافوش منهم ميطيحوش. حاول الإنسان يوسع باله شوية ويركبهم. تقيدي شوية المفتاح باش تجي في 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 مكان. عندنا الأفيشال نتاعنا ركب،
بعد ما كملنا كل شيء توا باش نحطوا الكونتاكت نتاعنا ونشوفوا الفيشار نتاعنا ابدا يخدم. توا مازلنا رجلات نتاع الفيشار اللي هو باش نثبتوا الوقت وال نزع الميني. توا نخدم الكرهبة، خدمنا الكرهبة وتوا ننزل على المني هنا، هنا المني مش يعطيني اوبسيون، نقول له نجي كلمة ريغلاج اف ونعمل اونتري، هنا مش يعطيني العام اللي أنا فيه. توا العام اللي أنا فيه اللي هو 2016 نعمل بهذه، وبعد نمشي بالفوقانية هذه هكاك نمشي للي بعدها. تحب الوقت بال 24 ولا بال 12 ساعة؟ نحطه بال 12 ساعة. وبعد نمشي للي بعدها، هذه الدقائق. توا قداش عندنا الوقت؟ توا يا سيدي الوقت 20 دقيقة اللي هو الساعة 12 عندنا 20، ومن بعد نمشي للوقت هذه 12 اللي هي تسمى توا تسمى يعني بعد الظهر. لازم نمشي نعطيها 4، نعطيها 12 اللي هي بعد الظهر بي ام، فما ام في بي فما بي ام 12 بعد الظهر 12 بي ام. أنا بعد الظهر ما نمشو اللي بعدها. هنا اش نعمل؟ هنا واحد جانفي 2016، احنا لا مش في جانفي. اذا بنعاود نرجع للمنيو ونعاود نمشي ريغلاج اوف، هذا الوقت سيء عملناه، النهار ما عملناش اللي هو اليوم 7 مارس اللي هو شهر 3 1 2 3 هنا عام 2016. هنا الوقت قلنا له 12 ساعة بركة مينيت عملناه توا هنا اوكي. هنا شو اللي عندنا؟ 7/3 اللي هو 2016 الساعة 12:20 دقيقة، درجة الحرارة 90. وهنا عندنا كي نحل المسجل نجم نعطوا الفوليوم هنا الإذاعة خاطر نجمش نخلي الصوت قوية على خاطر سجل. هنا عندنا اللي هو الوقت، عندنا هنا اذا كانت تحب يعني جميع انواع الاذاعات اللي هي تغير كما تحب انت من هنا ولا من الفولون يعني. هنا امورها توا مريقله ما عندنا حتى مشكله. هنا 7/3/2016 الساعة 12:20 دقيقة. إن شاء الله تستفادوا من العملية، وهذه مش صعيبة برشا، يعني أي واحد ينجم يركب واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.